اجي نوريكم واحد البلان الخوت. عطيت واحد جوج ديال لي زوفر وتقبلوه في هاد الكوليكسيون هادي، الفلور برايس ديالها 0.279، ولكن جو بونس على الفلور برايس ديالها طالع اكثر. ها انتم هادي الله تبعت 0.345، حنا دايرين الباين 0.348 0.349، وانت يا هابط راه كتبع بزاف في دقيقه واحده. يعني مشينا للاكتيفيتي غادي نلقاو بانها كتبع مزيان. ها انتم 2 minutes ago 2 minutes ago 3 minutes ago الطريقه اللي كنت فسرت لكم ديك النوبه الخوت. الوغ انا شنو غادي ندير؟ غادي نتسنى واحد شويه، نخلي حتى طلع واحد شويه عاد نبيع، لان بشحال شريت انا نوريك بشحال شريت الخوت. شريت ب 0.21 0.2175. الو نقدر نبيع دابا ب 0.34 ولا 0.345 ونربح واحد تقريبا $300 غير هكا. الو الى جينا ناناليزيو هاد الكوليكسيون هادي، الفلو برايس ديالها 0.342، ايثيريوم يعني غنقدروا نربحوا واحد $300 $400 في كل ان اف تي الى بعناها دابا. وكما كتشوفوا بزاف ديال الناس كيدي ليستي، واش كيعني هادشي؟ شوف 9 ديال الناس كيعني ان الكوليكسيون طالعه. ها نتوما الخوت حنا شرينا الديب، حنا شرينا هنا 0.21 و 0.275. ها نتوما هادو مساكن كاملين هاد البوجاديين شارين بثمن طالع، انا شاري هنايا الصاط. ها هو طالع الشيا، طالع. غنبقاو حنايا كان راكبين على الموجه حتى يطلع لهنايا ولا لهنايا. انتم الخوت باعوا ب 0.8 0.8، نقدروا نبيعوا بهاد الاثمنه هذا، يعني نقدروا نبيعوا ب 0.4 0.5 ونربحوا مزيان الحمد لله. الوغ الانسان خصو يقرا لا سيتوياسيون، ماشي غير يقول لك ندخل في واحد الدومين ونخدم وداكشي، هذاك خصك تعلم ليه. واهم من ذلك الخوت انا ما نخلصش الغاز فيز لانني عطيت اوف خوت تقبل ليا. الوغ اللي قبل الاوفر مسكين البوجادي هو اللي غادي يخلص الغاز فيز، انا ما غاديش نخلص. ها انتم الخوت، ها هو تبع انا اللي بغيتكم قبيله تبعنا ب 0.342 ب $1000 $1042. ها انتم يو شيا 2 minutes ago دابا كنا عليه، غادي نشوفو شحال شرينا وبشحال تباع. انا بطل لتحت شرينا ها سيدي بشحال 0.275 0.342 باش تباع الخوت. شي الخوت ما كاينش التخربيق، ما كاينش التخرشش، كاين غير طحن بابا داك الايثيريوم نعم سيدي. انتم الخوت شتو داك الشيء لايف على عينيكم، بغيتكم كاع الكونت ديالي ما عنديش مشكل. يعني درنا داك الشيء لايف ماشي سكرين شوت ولا شي حاجه، دخلنا ديريكت الكونت باش ما يقول شي بقاش يقول هادشي غير سكرين شوت ولا كدا. وما عارفين كاين بزاف ديال الناس اللي سكيبتيكو فيهم الشك، فهمتيني؟ تنكره تنكره. فلوس موجودة الخوت، خاص غير بنادم اللي عارف ياكل، فهمتي؟ والله العظيم الا موجود الخير، الا ما عندكش راس المال هادشي كيتطلب راس المال. الان اف تي ياك اللي الا ما عندكش راس المال تقدر تبدا غير في سولانا. انا ما كنخدمش بها ولكن كاين الناس اللي كيخدموا بها. قلبوا على الناس اللي خدامين مزيان في سولانا وتعلموا منهم وداكشي هذاك. موجوده الخدمه، خاص غير بنادم يعرف يعط عطا خاي طحان بابا داك الدولار والايثيريوم. تبارك الله عليكم.